كما كذلك طبعا ما ينتظره المواطن في مدينة تبسة هو الألف سكن. الألف سكن الحقيقة في كم من مرة نتكلم على هذا البرنامج، لكن الآن ما بقناش مشكل كبير بالنسبة قضية أيام وأسابيع فقط، أقول أسابيع وننتهي من تهيئة. أؤكد مرة ثانية بأن البناء مكتمل 100%، الحي مزود بالطاقة الكهربائية، الغاز لاحق إلى غاية داخل العمارات، المياه الصالحة للشرب منا على 10 أيام نقوم بالتجارب باش ما يتكررناش ما حدث في بلعتر. لابد أن نعطي سكنات جاهزة من المياه الصالحة للشرب ومجهزة بالغاز والكهرباء. بقي لنا جهد مكثف نقوم به من أجل الانتهاء من التهيئة. ربما شبكة الغاز انتهت، شبكة الكهرباء انتهت، شبكة التطهير راهي في الانتهاء. بقي لنا يعني لي مور دو سوتانمون يعني اسوار الدعم، وبقي لنا الطرقات. هذا مشي كبير باذن الله على اسابيع نكون انتهينا، ونحن كذلك على ابواب ربما تعليق القائمه الخاصه بهذا البرنامج، لكن ما راحش نعلقوا قائمه فيها 1000، نعلقوا قائمه فيها اكثر من 1000. هذا كله باش المواطن يكون دائما عنده امل انه ان شاء الله كذلك في اشهر قادمه نوزع 1000 سكن واحده اخرى. الان فيما يتعلق بباقي البرنامج تاع السكن على مستوى الولايه وتبسه بالاخص، تصفيه القوائم او ربما القوائم السابقه راهي متواصله. الان على مستوى حي الدكان عندنا حوالي 5000 سكن راهي في طور الانجاز. عندنا تحاسيس ارضيه نستطيع الزياده من التحاسيس الارضيه. عندنا برنامج اديال راهو في الانجاز والحمد لله، راهو بخطى مقبوله لحد الان. وعندنا كذلك برنامج اخر للال بي ا 2019، انا نظن بامكاننا اننا الحالات اللي عندها اولويه تجد الاستجابه في هذه البرامج. اذا شيء من الصبر وان نطلب الحكمه والهدوء والتفهم من طرف الاخوه المواطنين. كل مواطن كما نقولوا بالدرجه يجي مكتوب في وقته. الان نبداو بقائمه فيها اقل عدد 2000، لكن تليها في الأشهر القادمة إن شاء الله قائمة أخرى قد يكون فيها أكثر من 2000، بالتدريج إلى أن إن شاء الله يرجع الأمل للمواطن، وشيئا فشيئا إن شاء الله من نهاية العام 2019 نكون قطعنا شوط كبير في استدراك إنجاز برامج السكن. لأنه الأهم مش القائمة أو شيء، الأهم هو الإنجاز. يعني برامج اللي ربما المواطن في أماكن أخرى سكنها وراه ينتظر في برامج جديدة، احنا ما زلنا للاسف الشديد نستدرك الخطا، نستدرك انا اقول التاخر اللي عندنا في برامج سنه 2010 11 12 و14. هذا